السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة برج بان التعليمية، مرحبا بكم في فيديو جديد وهو خاص بالتشاور والتفاوض. إذن فيديو عاد نهضروا فيه على التشاور والتفاوض. قبل ما نشوفوا الأسئلة ديالنا في التشاور والتفاوض، نشوفوا الفرق بين التشاور والتفاوض. إذا التشاور هو طلب نصيحة في موضوع معين، تشاور تنطلب النصيحة، تمشي تنتشاور مع شي واحد باش يعطيني شي نصيحة، ماشي بحال التفاوض. تفاوض يكون مع من يخالفني الرأي. تفاوض دايما تكون مع شي واحد عنده رأي مخالف ديال الرأي ديالي أنا، وتنحاول أنا وياه نتفاوضوا باش نوصلوا للتسوية ديال الأمر. إذا نشوفوا دروك الأسئلة ديالنا اللي تتقول لنا. السؤال يقول: حدد التشاور من التفاوض في الأمثلة التالية. نحددوا في الأمثلة التالية، يعني في الآيات اللي عاد نعطي لكم، بدي تحددوا لي واش هو تشاور ولا تفاوض. إذا عندنا الآية الأولى تتقول لنا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن هنايا واش تشاور تطلب يوسف عليه السلام نصيحة ولا تفاوض؟ كاينين رأيين معارضين أو متعارضين. إذن هنايا عادي تقولوا لي تشاور. إذن هنا عندنا تشاور، لأن يوسف عليه السلام يريد أن يفهم حقيقة ما رأى، حقيقة ما رأى وماذا يتوجب عليه أن يفعل. يوسف هنا يتشاور مع باه باش يعرف اشنو هذاك الشيء اللي شاف ويقول ليه اش اللي يدير. نشوفوا ايه اخرى اش اللي تتقول لنا. اذا الايه الاخرى تتقول لنا: اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا هنا المضمون ديال هاد الآيات أش اللي تيقول؟ تيقول أن الإخوة شافوا أن الأب ديالهم تفضل يوسف وبنيامين عليهم هما، داك الشيء علاش دابا تيحاولوا أنهم يتفهموا على طريقة إبعاد يوسف. إذا الأول اش قال لهم؟ اقتلوا يوسف يموت أو اطرحوه أرضا، بمعنى ألقوه في أرض بعيدة، نمشيو نديو لشي أرض بعيدة ما يعرفش كيفاش يرجع للدار، حيت هو أصلا ما تخرج من القبيلة ديالو. داكشي علاش إلا فتنا حتى الدين على شي بلاصة ما عادش يعرف كيفاش يرجع. قال واحد فيهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، يعني رميوه في الظلمات ديال البئر. إذن هنا واش تشاور ولا تفاوض؟ إذن الأغلب ديال التلاميذ هادي يقول لك تفاوض وهو خطأ. إذن هنا عندنا تشاور، عندنا تشاور. علاش؟ لأن الإخوة متفقون على فكرة إبعاد يوسف. الإخوة متفقين على مسألة ديال إبعاد يوسف، يعني ما كاينش الخلاف في هاد الفكرة. ودابا أش اللي تيديروا؟ هما فقط تتشاوروا باش يتوصلوا للطريقة ديال الإبعاد ديالو. إذا لأن الإخوة متفقون على فكرة إبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه، وهم الآن يتشاورون حول طريقة إبعاده. تتشاوروا حول الطريقة ديال إبعاد ديال يوسف عليه السلام. نشوفوا آية أخرى اللي تتقول لنا. الآية تقول: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. إذن هنا بطبيعة الحال راه التفاوض. كان الرأي الأول ديال الإخوة أنهم بغين يديو يوسف عليه السلام، وكان الرأي المعارض ديال الأب أنه خايف على يوسف من الإخوة. داكشي علاش اللي قال لهم قال إني لا يحزنني. يحزنني بمعنى أنه ما عجبوش الحال أنهم اديو يوسف عليه السلام. إذن تفاوض لأن الإخوة يحاولون إقناع أبيهم ليأخذوا يوسف عليه السلام، والأب رافض للأمر لأنه يخاف عليه منهم.
يخاف عليه منهم. إذا شوفوا آية أخرى أش اللي تتقول لنا؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن هنا واش تشاور ولا تفاوض؟ هنا يا تفاوض، تفاوض، لأن الإخوة يحاولون إقناع أبيهم أن الذئب أكل يوسف عليه السلام، والأب يقول أنهم فعلوا شرا له. إذن هنا يكن رأيين متعارضين بمعنى تفاوض. الإخوة يحاولوا أنهم يقنعوا بهم أن يوسف رهمات كله الديب، والأب ما صدقهمش وقال لهم أنه عنده رأي آخر، ما صدقهمش وقال لهم أنهم هما اللي داروا في الأخ ديالهم شيء مكره. إذا نشوفوا آية أخرى اللي تتقول لنا. الآية تقول وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا هنايا داك اللي اشترى يوسف عليه السلام ده المرطو قال لها ها هو راه جبت هاد الغلام، غير يا اما نديرو خادم عندنا يا اما نديرو كاع ولد ديالنا حيت حنا ما تنولدوش. اذا هنا واش تشاور ولا تفاوض؟ اذا هنايا تشاور، تشاور، لان الزوجة يتشاور مع زوجته زليخة حول مسألة تبني يوسف او جعله خادما لهم، غير تتشاور معها. اما مسألة ديال انهم يمشي ويشري شي عبد ويجيبو للدار، هذيك راه أمر مفروغ منه، أمر متفقين عليه، عادي بالنسبة لهم في هذيك الوقيتة. تبقى هنايا هي تتشاور معها، غير يا إما نديروه خادم ديالنا يا إما نديروه ولد ديالنا.